كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم وحلقة نهاية الأسبوع من برنامجكم عما يتساءلون مع أحمد عبدون. لما أتصور النجاح الكبير اللي اتحقق من حلقة امبارح لما عرضنا على حضراتكم حوارات صحفية قمت بإجراها من أكثر من 25 سنة مع بعض من أعضاء مجلس خط الثورة، مع بعض من الضباط الأحرار، مع بعض من القادة العسكريين زي الفريق محمد فوزي والفريق صادق. بدأنا مع الكاتبة الكبيرة فريدة الشبيش وهي مصرية حتى النخاع باستعراض 3-4 حوارات، وكان عنوان الحلقة من وجهة نظري فريدة الشبيش في مواجهة آراء رجال جمال عبد الناصر. أنا بس هنشوف دلوقتي على الشاشة مذكرات محمد نجيب. بقول هذا الكلام ليه؟ علشان ما ينفعش ناخد معلوماتنا وثقافتنا من برامج التلفزيون أو من برامج التوك شو. ما ينفعش يا جماعة، ولا بقول الكلام ده، إحنا خلاص جيل ممكن بعض يتصور إحنا خلاص جيل وانتهى. إنما ولادنا الصغيرين نعودهم على القراءة، ويبقى قراءة، لأن النت والفسحة والفيسبوك مش هو ده بيجيب المعلومات الحقيقية. نقرأ ونقدر نقيم ونشوف مين الصح ومين الغلط بعقلنا لما نقرأ. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ علشان فكرة إن محمد نجيب ده جبناه كده وحطيناه قدامنا ويلا بقى، وهو خان الأمانة فقعد 30 سنة حبسناه، وإيه المشكلة؟ ما كان قاعد في فيلا. كلام ظلم بيه محمد نجيب، وبشكر كل الشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اول، مش بس اول رئيس، ده اول رئيس واول سياسي يعطي الحق لهذا الرجل. محمد نجيب لم التقي بيه، لكن انا قريت مذكراته وقريت مذكرات كل من كانوا حوله. هي دي مذكرات محمد نجيب: كنت رئيسا لمصر للتاريخ ظلمه، وفضلنا طول الوقت نقول ان اول رئيس الجمهورية هو جمال عبد الناصر. هوريكم بس 3 صور سريعا كده، هو ده اللي بيأكد لكم ان ادي محمد نجيب هو اللي على قمة، هو اللي قاعد في وسط المائدة اللي موجود عليها مجلس قيادة الثورة، اللي كان قاعد على شماله جمال عبد الناصر، يوسف صديق، الناس اللي اتسجنت والناس اللي تم اعتقالها والناس اللي التاريخ نساها لسنوات طويلة. في كمان صورتين سريعا كده غير دول يا جماعة، صورة وهو ماشي وراه جمال عبد الناصر، والصورة التانية هو بيتكلم مع المشير عبد الحكيم عامر. في صورتين تانيين لو مش هم الصورتين دول. انا بقول مذكرات محمد نجيب كنت رئيسا لمصر، وانتقل منها الى مذكرات عبد اللطيف البغدادي. عبد اللطيف البغدادي ان بالامس كان ليا الشرف ان انا التقي بيه ووريكم الهداء اللي هو كتبه لي الى ابني احمد عبد الله مع دعاء الله بالتوفيق الدائم سنه 91. دي مذكرات عبد اللطيف البغدادي، جزء من هذه المذكرات. وبعديها على طول كان في برضه مذكرات ثروت عكاشه. ثروت عكاشه او دكتور ثروت عكاشه كاتب مذكراته من جزئين: الى الابن الحبيب احمد حسن عبد الله مع رقد النخبه التحيه وخالص المحبه والاعجاب، ثروت عكاشه سنه 89. عايز اقول لكم ان النسخه دي كانت في مكتبه مدبولي، كانت من جزئين. في سنه 90 طلعت مذكرات ثانيه هي نفس المذكرات لكن مطبوعه من دار الهلال. رحت جبتها من معهد الكتاب، ولما قابلته في المنتزة في الكابينه بتاعته على شاطئ رمسيس كتب لي اهداء ثاني سنه 90 الى ابن العزيز الكاتب الصحفي احمد حسن عبد الله مع رقد التحيه. انا عايز اقول ايه بقى من هذا الكلام؟ شوف بقى الهداء ونشيل بقى دي خلاص. اللي عايز اقول من هذا الكلام ان الثقافه ما بتجيش مره تانية من الاذاعه والتلفزيون ولا من الانترنت، وده يعني نداء لكل الاباء والامهات: اذا كنتم تغلطوا في انفسكم شوفوا بقى الاجيال اللي جايه الجديده عشان تقرا وتتثقف وتعرف. انا بس ببني بس المقدمه الطويله دي شويه بصوره الكاتب الكبير صالح مرسي. صالح مرسي سنه 83 اجريت معاه حوار كان في رأفت الهجان، واداني جزء من الكتاب بتاعه، اداني هذه الصوره، وشوف في ظهر الصوره جمله انا ما زلت ماشي بيها في حياتي: الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. شوف ظهر الصوره يا جماعه، هو ده ما كتبه ليه صالح مرسي عام 88: عدم وجودك او عدم اتفاقك مع رأيي ده مش معناه ان انت ضدي، يعني مش كونك مش معايا ليس من معي فمش بالضرورة يكون
ضدي. بكده انا بس اديت كده يعني دباجه سريعه عن حلقه الامس، اوعدكم ان شاء الله معايا حوارات تانية مع الملكه فريده، السيده جنين السادات، كثير من رجال عبد الناصر ورجال انور السادات واللواء احمد رشدي. هيكون معانا كمان ايضا رجال ناصريين، يعني معايا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت، ده برضه ناصري حتى النخاع، عشان بس لا اتهم بمهاجمه جمال عبد الناصر. انا لا يعنيه جمال عبد الناصر، انا يعنيه ثوره 23 يوليو، مصر اكبر من شخص بعينه. وبالتالي لو انت مؤيد لهذه الثوره يبقى لازم تؤيد مجلس قط الثوره بالكامل وما قاموا به. ما ينفعش نبقى في النهايه هو ثوره 23 يوليو بيقول 66 سنه هو جمال عبد الناصر. لأن عندي مجلس قط الثورة شال كفنه على ايده، عندي ضباط احرار محترمين كتير، وعندي رجال كمان لعبد الناصر كانوا موجودين محيطين حواليه. فعندي كمان كاتب الصحفي الاستاذ عبد الله السنيوي، اتفقت معاه هيكون موجود معايا وفي حوار معاه مع كل الحوارات اللي اجريتها مع هؤلاء الرجال. بشكركم مره ثانيه وبشكر ضيفتي الكريمه الدكتوره الملكه يوسف زرار، فقيه العصر في الاحوال الشخصيه، منوراني النهارده كالعاده. الله يخليك، ربنا يكرمك يا طيب. دكتوره ملكه، خلينا النهارده نقول بعنوان الحلقه افتح قلبك واتكلم مع دكتوره ملكه زرار. ولغايه بس ما يجي لنا يعني اتفاق حضراتكم، انا عايز اقول ان احنا بنبقى سعداء جدا ان يكون لنا سبق في شيء. كان في جزء من الحلقه السابقه استضفنا فيها دكتور كريم فاضل متخصص في القصر العيني، وقال لنا اقتراح، قال يا جماعه احنا بنفكر بدل الدنيا زحمه ونشتغل 5 ايام في الاسبوع او 6 نشتغل بعدد ساعات معينه. هفكركم سريعا باللي قاله لنا الدكتور، ونعرف ان الحكومه الحمد لله واضح ان في جزء يعني منها كان بيتفرج على البرنامج فبدا يدرس المقترح اللي تم تقديمه في هذا البرنامج. هنشوف مع بعض جزء من الحلقه السابقه، ومعايا الضيف الكريم على التليفون. اتفضل. انت ممكن تاخد ال 36 ساعه دول على 3 ايام، يجي 8 الصبح ل 8 بالليل وياخد ساعه راحه في النص، او اقسمهم على 4 ايام تحر. هم بقى يرتبوها، يعني دي مجرد فكره وهم يعدلوها بطريقه حسب معزينة. المكان نفسه هم يعدلوها بطريقه معزينة. الفكره ايه؟ الهدف منها انك انت اولا هتقلل عدد الموظفين اللي موجودين في المكان في هذه الفتره. نيجي ناخد ايه الفوائد اللي هتعود على المكان؟ اولا هتقلل عدد الموظفين اللي موجودين اللي ما لهمش لازمه. يعني بس عشان قبل ما نقول بس الفوائد، يعني دلوقتي اقتراح عشان الناس تفهمه، انت ليك عدد ساعات 32 ساعه او انا كجهه حكوميه، كجهه حكوميه هاخدهم. اللي انا افهم عن كده حتى لو بيشتغل 5 ايام يلاقوا مثلا 6 ساعات او 7 ساعات، لان هو لو بيشتغل في اليوم 8 ساعات 8 في 5 هيبقى 40، هي كانت كان في 32 ساعه او 36 ساعه حسب الوظيفه. هياخد مرتبه كامل؟ طبعا هياخد، بس بدل ما يروح الشغل 5 ايام هيروح الشغل 3 ايام، هيوفر لبس، هيوفر، هقول لك اعمل ايه. يعني مجموعه هتروح سبت وحد واثنين مجموع، وتاخد 3 و4 و5 وجمعه اجازه، يعملوا ايه في 4 ايام بقى؟ هنا بقى انت لازم تدي له تصريح يشتغل بره عشان يزود دخله، ساعده الهيئه تدي له تصريح يشتغل بره عشان يساعد دخله في ال4 ايام التانيين. هو حر يجمع ما بين عمليين، عمل هو حر زي ما بيحصل على الارض، ما هو بيعملها اصلا، بس بيعملها ازاي بقى؟ بيجي يخلص شغل الساعه 2 فيمشي الساعه 1 عشان يلحق شغله الثاني الساعه 2 عشان يخلص الساعه 11 بالليل، يجي لك الصبح مش شايف قدامه. ده كان مقترح من دكتور نبيل عبد المقصود، رجل فاضل كان له وجهه نظر في عمل الحكومي او العمل في الدواب الحكومي. بنحاول نتواصل معاه بالتليفون وهنشوف على الشاشه هو معانا كمان، هو معانا على التليفون. طب وهو بعد القليل هيكون موجود معانا على التليفون، هنشوف كمان الدليل ان الحكومه بتدرس هذا المقترح او هذا المشروع. دكتوره ملكه، نبدا بالكتابين بتوع حضرتك، اللي انا سعيد جدا جدا وفخور ان في كتيبات وفي كتب وفي ابحاث ودراسات بتعتمد على الموسوعه الخاصه بالدكتوره ملكه الخاصه بالاحوال الشرعيه والقانونيه. الأحوال الشخصية. طيب. مقارنة بين القوانين الحضارية القديمة والحديثة اللي هي زي القانون الفرنسي والقانون المصري والشريعة الإسلامية. وطبعا القوانين، يعني انت اعتذر يا احمد ان اول، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمه العالمين. احنا ما زلنا نستقي قوانيننا من مصدرين اساسيين، قانون الروماني ونزل بروافده ينعم علينا منها
العلاقة العرفية أو العلاقة البرفية اللي أنا بقول عليها، وقوانين كتيرة منها ضرب المرأة بالطريقة اللي احنا بنشوفها همجية، وفي برضو بالنسبة لقانون حمورابي في كتير جدا من القوانين التي ما زالت قائمة من خلال قانون بونابرت القديم. قانون بونابرت اتعدل وتغير وذهب في النسيان بالنسبة للفرنسويين، لكن احنا مخلصين وما زلنا بنتعبد بقانون بونابرت رغم انه هو من أبشع القوانين التي عانت فيها المرأة معاناة شديدة، خاصة فيما يسمى قانون الطاعة أو فرض الطاعة على المرأة. ده ما جاش في الإسلام إطلاقا، يعني الإسلام منه براء، وإدخال المرأة في بيت زوجها بالقوة الجبرية كل ده مستقل من القانون الروماني. لذلك لما الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية وقروا الموسوعة بتاعتي، حقيقة طبعا هنا ما فيش حد يداري بأي حاجة، كفاية انه ياخد من زي ما قال أحمد من التليفون من النت أو من معرفش ايه بيكون علمه. احنا بنعاني فعلا، احنا بنعاني. انا ممكن يا جماعة نشوف صور الكتاب اللي احنا أو الكتابين يا مروة اللي احنا بنتكلم عليهم من شوية؟ انا خلصت الموضوع، ممكن نشوف صور الكتاب؟ طيب انا كان عندي الكتابين كنا بنتكلم عنهم ومذكور فيهم المراجع اللي كانت خاصة بالدكتورة ملك. طيب دكتورة ملك، لو بنتكلم على مشكلة المشكلات الخاصة النهاردة بالمجتمع، ونتكلم النهاردة عن انتهاك الخصوصية في العلاقة الزوجية، ولقينا دلوقتي ناس فنانين بيتجوزوا بيتطلقوا والسوشيال ميديا بتتدخل في هذه العلاقات. يعني فنان بيطلق فنانة مش عايز اقول للأسف في الكلمة، يعني عملت رتح متواصل ما بين الطرفين، واحنا داخلين في ده في اللي هاجم وفي اللي بيدافع. شايفة الى اي مدى وصلنا الى انتهاك هذه الحرمة؟ يعني انت قلتها انتهاك هذه الحرمة، رغم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه وحذر من انتهاك حرمة الخصوصية او العلاقة بين الزوجين. لكن بالنسبة خلاص يا بقى شيل ده، خلاص ابني كان موضوع تاني خالص، اتفضل. لكن الفنانين او الطريقة بتاعتهم دي يعني انتهكوا بنفسهم حرمة خصوصيتهم، لان هم ما عندهمش خصوصية من وجهة نظر. لأن كل ما كانت الفرقعة كبيرة انه عاش معاها معرفش ايه وهي ايه وهي ترد تقول ايه، هم انتهكوا بذاتهم الحرمة، حرمة انفسهم بداية وحرمة خصوصية العلاقة الزوجية. ولذلك اكتر الزيجات من هذا النوع بتكون الزواج، ما بيكونش زواج بالمعنى المقدس الموجود في الإسلام واللي موجود في الشريعة المسيحية والموجود عند اليهود. لا. لأن للزواج حرمة خاصة، يعني صنوا أصنام العبادات، لذلك يقوم في المساجد، يعني بيكتبوا في المساجد وبيضربوا عليه بالدفوف وما أعرفش ليه حرمة. لكن إحنا في حياتنا دلوقتي يا أحمد بيتتبعوا طلق اتجوز معرفش ايه ويبتدوا يدخلوا في اخص خصوصيات العلاقة بين المرأة والزوجة، واللي بيحاول ان هو يعمل كده وينشر كده نفس الفنان ونفس الفنانة، او اذا كان فنان وهي مش فنانة بتحاول تاخد شهرة على حسابه، وهو بالتالي برضو نفس الطريقة. فهم ما لهمش خصوصية بصراحة، يعني انا بعتبركم عندكوش خصوصية. يعني احنا هنا بنتكلم على كفنانين دكتوره مالكه شافهم ما عندهمش خصوصيه. طب ده لو حصل ما بين ناس عاديه، هل ده برضه ما لهمش خصوصيه؟ بس ناخد تليفون او اتصال تليفوني من الشرقيه. الو الو، مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور يا فندم، اتفضل. اخبار معاك يا باشا؟ الحمد لله تمام. مساء الخير عليكم، مساء الخير على دكتوره مالك. اهلا يا ابني.
والله يا استاذ احمد، هي الفكره اللي مقدمها الاستاذ نبيل عبد المنصور او الدكتور نبيل عبد المنصور مع حفظ الالقاب، يعني هي فكره جيده جدا والله. يا ريت تتعمم، ويا ريت الدكتور مصطفى مدبول يعني يطرح الموضوع ده او يشوفوا له يعني اي حل. يعني الموظف النهارده انت بتروح اي مكتب بتلاقي 10 موظفين قاعدين، ويعني الموضوع بيتوقف على ختم، يقول لك فلان مش موجود، طب امال 10 دول قاعدين بيعملوا ايه؟ بنخليهم 5 بس، الغياب العمل يكون ماشي بس مش اكتر يعني. نعم. يعني بس في وجهه نظر ثانيه كان بيتزعمها الاستاذ عادل نعمان في نفس الحلقه، بيقول اذا كان بيشتغل 5 ايام ومش فالحين، والموظف المصري بيشتغل 24 دقيقه ولا 27 دقيقه في اليوم، ما بالك بقى لو خليته يشتغل 3 ايام بس متواصلين، يبقى مش هيجي خالص. لا يا استاذ احمد، احنا عندنا في الموظفين في وزاره الاوقاف، واخد بال حضرتك؟ تمام؟ ايوه. يعني احيانا احنا بنكون مثلا عمر في الجامع في المسجد يعني بنتكل على بعض، لكن لما يكون اثنين واثنين هتلاقي الشغل ماشي فرق. ده انتوا بتقعدوا المده دي، معلش مع احترامي انا ما بتكلمش عنك انت، انا بتكلم عموما. نعم. والناس ما بتقضيش حقائقهم. يعني تروح يقولوا لك استنى عقبال ما يفطروا، عقبال ما يشربوا الشاي، وعقبال واخد بالك لما تقول لهم الساعه 1 خلصت الخزنه قفلت. الخزنه احنا بنعاني، ده احنا يعني يعني يا استاذ هاني، دكتوره ملك عايزه تقول لك اذا كنتوا 10 مثلا على كلامك يعني في المكتب، وفي النهايه المصلحه يعني ما بتقضيش. وبعدين بتحسوا، يعني انا بتكلم عن الموظفين كلهم، بتحس انكم بتتفضلوا على الشعب المصري، الناس اللي ليهم حاجه. يعني الانسان لازم يكون في عون اخيه فيقضي حاجاته، وانتوا بتاخدوا مقابل احتباسكم في فتره العمل بشرط انتوا ادوا مهمتكم، ما بيحصلش. طب يعني بشكرك جدا، معلش هاخر بس تليفون احمد اللي قاري، بس معايا دكتور نبيل عبد المقصود. اهلا بيك دكتور نبيل. اهلا. بنحاول نكلمك من اول حلقه دكتور نبيل، مدوخني وراك. دكتور نبيل، انت صاحب المقترح ده، وعرضنا جزء من الحلقه السابقه اللي حضرتك قلت فيها نشتغل بعدد الساعات، وانت معايا على التليفون هنشوف على الشاشه ان هناك مقترح بالفعل من الحكومه بدراسه هذا الامر. دكتوره ملكه زرار بتعترض، بتقول اذا كان الموظف كده كده ما بيشتغلش والمصلحه ما بتتقضيش، وعددهم 10 في المكتب، ما بالك لو بقوا 2 او 3 بس في الشيفت الواحد، ايه اللي هيحصل؟ لا ده تفكير غلط. ليه؟ لما يبقى 10 قاعدين على كرسي واحد غير لما يبقى واحد قاعد على الكرسي، لو ساب الكرسي وقال الشغل مش هيمشي والمصلحه تعطل وتقف، لكن 10 كل واحد بيشتغل ربع المده اللي هو المفروض يشتغلها. طب على كلامك ده، انت بتاكد اللي الدكتوره مالكه بتقوله، لو هو 2 واحد قام يفطر او راح الحمام او راح يشرب سيجاره، من المصلحه هتقف برضه، المصلحه هتقف. حضرتك في خلل عندنا في الاداء العمل الوظيفي، يعني كده كده بياخد مرتبه، لكن الاقتراح اللي حضرتك بتقوله جميل جدا جدا، بس لا يصلح مع المنظومه الموجوده عندنا ثابته. حضرتك ممكن تكون يعني مركزك او كذا ما بتلتحمش مع الناس اللي احنا بنشوفهم، ده الشعب بيتبهدل سواء في المعاشات سواء في اي حاجه. لا وانت لو رايح حتى تدفع فلوس، يعني انت بتروح تدفع ضريبه مثلا في المرور، الاثاره اللي بتحصل لينا والبهدله. وبعدين هناك سواء في الدول الاوروبيه او في دول اخرى، واخد بالك حته ان الانسان حصيله الساعات اللي هو بيعملها بالفعل، واخد بالك ليها قيمه كبيره، ولذلك حتى في الدراسه يا احمد، يعني انت ممكن تاخد بكالوريوس او كده بعدد الساعات او الماجستير كذا، لكن احنا عندنا خلل يا دكتور غير طبيعي في العمل الوظيفي. قدامنا الحكومه بتدرس تطبيق نظام ساعات العمل. انا كنت عايز استكمل قرايه له، بس هو الحكومه ماما بتدرس يعني تطبيق ساعات العمل والاعتماد على الشفتات. دكتور نبيل ترد عليه تقول لي ايه؟ اتفضل. بص هقول لحضرتك حاجه، اولا علشان تبقى الدوله ماشيه صح يبقى في انتاج لازم يبقى في نظام. ما ينفعش ان احنا نقول مش هنطبق هذا النظام لان ما عندناش نظام، لا لازم يبقى عندنا نظام، يبقى في سيستم، وبعدين لما في حاجه اسمها العقاب والثواب.
الشخص اللي هنا اللي بيبقى قاعد في مصر ما بيشتغلش او بيتزوج لما بيروح دوله عربيه بيلتزم بالنظام وبالقواعد وبيروح الصبح الساعه 7:30 قبل ميعاده ويمشي بعد ميعاده ما يخلص. ليه؟ يعني في نظام. فلو احنا طبقنا قادر يا فندم، حضرتك كنت مسؤول عن القصر العيني الفرنساوي في يوم من الايام سنوات طويله، قادر ان انت يبقى في نوع من السيطره والمحاسبه؟ يعني منظوم العمل الحكومي بوجه عام شايف ان احنا قادرين على ضبط العمل بالنسبه مش القطاع الخاص، ده القطاع الخاص في يعني نص ماساه، انما الماساه كلها في القطاع العام، لان القطاع الخاص فيه ثواب والعقاب، انما القطاع العام عزبه اللي بنشوفه كتير. روح مسفير واتفرج. نعم يا فندم، عيب اداره، عيب إدارة. طب ما احنا يا دكتور بعد اذن حضرتك يا دكتور، يعني احنا نشوف الاول الخلل ونحاول نعالجه بالطريقه يعني اللي هي تقتلع جذور الخيبه اللي احنا فيها. يعني هل انا هيضرني ان يقعد 4 ساعات ومهمتي او شغلي ينتهي على احسن ما يكون، ولا يقعد 10 ساعات وهو ما بيعملش حاجه، بياكل فول وطعميه، بيقمعه بنيه، بيفصصه في الصغير. هو دكتور نبيل هيك عايز تقول ان عدد ساعاته مش هتقل، هي كل الفكره ان هيتوزعوا على عدد ايام اقل. بالظبط، هو اللي هيحصل ان الشخص هيؤدي عمله وفي نفس الوقت هياخد 4 ايام اجازه او 3 ايام، 4 ايام اجازه ويشتغل 3 ايام، وفي ال3 ايام دول هيشتغلهم فعلا الشغل. ليه؟ لانه اذا ما كانش هيأدي العمل بتاعه وهيشتغل المطلحه هتقف، وبالتالي لازم يؤدي العمل، وهنا لازم يبقى فيه سلم اداري مظبوط ومتابعه اداريه مظبوطه. احنا مشكلتنا في الاداره في مصر حاجتين، ان عدد الموظفين اعلى من العدد المطلوب 5 مرات. ما بيبانش يا دكتور الكلام ده، انا ما بروحش اي جهه يعني مستشفى حكوميه او بروح اي مكان بتعامل فيه مع جهه حكوميه وبستشعر ان الموظفين كتار، امال الطوابير محطوطه ليه؟ يعني انا ليه بضطر عشان اقضي مصلحه ادفع فلوس اقف طابور، اجيب ملف اقف طابور، بروح الاقي الموظف برضه بقى منهك وحران ومتضايق ومش طايق نفسه. يعني ما بحسش في عدد كبير من الموظفين في الاماكن اللي بروحها. لا، متوزعين غلط يا فندم. متوزعين غلط. اه طبعا. لان حضرتك، بقول لحضرتك مشكلتين عندك. المشكله الاولانيه العدد الزائد 5 اضعاف بالنسبه للعماله. الحاجه الثانيه 5 اضعاف، يعني عايز تقول لي ان 1 من 5 هو اللي مطلوب بس العمل فيه 4 خماس ما لهمش لازمه. انا هديك مثال عندي في القصر العيني الفرنساوي. القصر العيني الفرنساوي ممكن يشتغل ب 1000 هم 5000. ممكن يشتغل ب 1000 ولكن الواقع هم 5000. والمريض عنده معاناه. جدا. يعني 5000 والمريض لا يجد برضه الخدمه في الوقت المناسب. انا زوجي ترتب عليه في الفرنساوي، وانا على فكره دكتور عندي بنتين اساتذه مساعدين كانوا في القصر العيني، واخد بالك؟ ومع كده فضلوا رامينه على عشان عمليه فداء، رامينه في الانتظار. قالوا لا ده عنده سيوله، رغم انهم عملوا التحليل فوق في الغرفه، وبعدين لما نزل قالوا كويس، ولما نزل دخلوه غرفه العمليات بعدين قالوا لا ده عنده نسبه سيوله. في الكريدوره فضل بالحاجه الخفيفه، جات له نزله شعبيه خطيره وهو عنده القلب. فين الكلام ده يا فندم؟ عندك في القصر العيني يا دكتور. فرنساوي يا دكتور. بص يا ابني حضرتك، لا انت الكلام ده. خلاص يا دكتور، الراجل توفى عموما يعني. الله يرحمه، الله يرحمه. ترتب علينا احنا رجعناه على طول على امريكا. يعني عانينا معاناه غير معاناه. طيب دكتور نبيل، خلينا برضو يعني خلينا نقول يعني فكره بقول ان في اهمال وفي رغم العدد الكبير في رقابه مش هيحصل كده. طب دكتور نبيل، احنا دلوقتي بنتكلم عن الحكومه بتدرس هذا الامر، ويا ريت يكون في حوار مجتمعي يعني برضو بحيث ان احنا لما نفكر نعمل ده نشوف بقيه الموظفين هيروحوا فين بقيه ال3 ايام. يعني هنا عندك في الزوجه هتبقى قاعده فاضيه طول النهار لمده 4 ايام او 3 ايام، وكذلك الزوج لو الايام بقى مش حاجه. دلوقتي الست، تعالى نفكر بالعقل بس، دلوقتي الست ديت لما تشتغل 3 ايام عندها 4 ايام تاخد بالها من بيتها،
وتاخد بالهم من اولادها ومرتبها هو مش دي حاجه كويسه لتكوين الاسره وارجاع دور الام تاني الى المجتمع الاسري؟ هنقدم حلقه بخصوص هذا يعني هذه القضيه الوقت اللي بقى متباقي من الاسبوع ده. بس الثلاث ايام اضمن يعني اضمن انها تؤدي بما اوجبه الله عليها من اداء العمل مظبوط. بلاش نفس السيستم المنظومه الفاسده. نعم يا جماعه في الموظفين ما في موظفين كتير كويسين وبيشتغلوا، ليه بنفترض سوء 100 ان هم مش ملتزمين ومش بيشتغلوا؟ حضرتك يعني دكتور نبيل دكتور نبيل بص يعني عشان بس ما يبقاش في مزايدات، يعني انتوا نفسكم كمشرفين بتعانوا وبتعترفوا ان هناك تقصير في اداء العامل بوجه عام، يعني انا كل ما افتح تلفزيون لما بينزل محافظ ويعمل كده حمله تفقديه بيلاقي المستشفى بغير دكاتره وبيلاقي المدرسه بغير مدرسين وبيلاقي ده السيستم بتاعنا، فيعني احنا لعيب اداره بس لازم نعترف ان ده موجود يعني. طيب طبعا موجود. طب لحين بقى ما الحكومه تشوف الموضوع ده هيتم ازاي، بس انا سعيد ان كانت الفكره دي خرجت من عند حضرتك في هذا البرنامج. كلمني برضو عن الساحر التركي او المريض التركي اللي جانا عنده تسمم وحضرتك انقذته، وكان بعض الصحف الاجنبيه اتكلمت في هذه القضيه ان مصر لسه فيها طب، يعني ازاي بقى قدرت تعمل اللي ما حدش عمله بره؟ اولا يعني مش مصر لسه فيها طب، مصر ام الطب. اولا مصر فيها اساتذه افاضل وعلى مستوى عالي جدا من المهاره الطبيه، وهذا شيء لا يمكن التقليل من شانه وهذا شيء معروف. طب ده معناه يا دكتور بقى ان كل الوزراء والمسؤولين لما يبقوا محتاجين يعملوا عمليه ملهاش مبرر ان هم يسافروا بره؟ يعني انا دلوقتي معظم الناس لما بيجي لهم اي يعني عمليه حتى بسيطه بيسافروا بره، فيبقى كلامك ده بقى المفروض بما ان احنا يعني عندنا كل حاجه كويسه يبقى احنا بقى بلدنا اولى بينا، مش كده؟ انا ما قلتش عندنا كل حاجه كويسه. يعني انت بتقول ام الطب، بقول لك لسه في الطب قلت لي احنا ام الطب. انا طبعا ام الطب الاطباء، احنا عندنا اطباء مهره جدا واساتذه على مستوى عالي جدا من المهاره، لكن عشان تقدم خدمه كويسه لها كذا عامل. اولا الطبيب والتمريض، احنا متاكدين من مهارته، التمريض، العماله، تمام. طب دكتور كلمني بس عن الساحر عشان الوقت، الساحر ده قول لي عملت له ايه؟ اولا بالنسبه للساحر هو راجل تركي من الساحر المشهورين هناك جدا، له شهره عالميه، والراجل دوت عنده في البيت عنده حديقه حيوان خاصة بيجمع فيها الحيوانات المريضة قبل ما تموت يحاول يعالجها، حاجة اجتماعية يعني. أيوه. عنده أسود ونور و تمام. يعني فالتعبان من التعبين دول كان هو كوبرا، كان جايبه وهو منداس عليه بعربية بيرعاه وبعدين مات أو أعتقد إنه مات. فجيه بيشيله، كانش لسه كان لسه عايش، فراح قرصه ومات. واخد بالك؟ ده تعبان الكوبرا. طبعا ابتدى يجيله نوع من انواع الضعف في العضلات وشبه شلل. وحاولوا يدوروه على المصل فما لقوش المصل موجود، فنصحوا انهم يتجهوا الى مصر، وساعتها حاولوا يتصلوا بيا واتصل بيا فعلا احد الناس وطلب. يعني افهم كده كونه يبقى عنده يعني حاله تسمم شديده في تركيا ويتم نصحتهم ان هم يلجاوا الى القاهره، ده معناه ان احنا عندنا برضو تفوق بميزه كبيره في علاج السموم. ده اكيد يعني. انت عندك حاجه ثانيه كمان ان المطل دوت احنا مش بنستورده، احنا بنصنعه جوه مصر. بتصنعه؟ بعد دواء مصري خالص 100%. تمام. التعبان بتاع الكوبرا اللي هو خده ده. فالمهم اتصلوا. طب بنصنعه، طب ليه بقى ما احنا بنصنعه؟ هل عندها تصدير بنصدره بما ان العالم كله محتاجه ودول كتيره ما عندهاش؟ وده بنصنعه. النقطة المفروض بقى وزارة الصحة تتجه إليها في تصنعها. ما دام يعني دول تانية كتير ما عندهاش واحنا بنصنع الحمد لله حاجة يعني كويسة كده نصدرها. طب هما الراجل جالك بقى يا دكتور الحمد لله دلوقتي بقى كويس؟ الراجل لما جه أنا حولته على مركز السموم في القصر العيني الفرنساوي وخدته على جناح، والحمد لله جه وصل يوم الاثنين الساعة 4 بعد الظهر. يوم الخميس كان تقريبا 80% شبه طبيعي وعاد بينا مرحلة الخطورة. يوم السبت تم خروجه، ومن يوم السبت لغاية دلوقتي هو عمال بيروح الهرم ويروح المتاحف عمال هايص.
طيب يعني الحمد لله، انا بشكرك جدا، واتمنى برضو ان احنا الاعلام يركز على ده والسوشيال ميديا، وان احنا نستغل مثل هذه الاحداث السعيده، ان احنا قدرنا نعمل اللي التراكم ما قدروش يعملوه. يعني عندنا عمليات فيها خطوره زي زات القوقعه والكلام ده بنروح نعملها في تركيا، فاذا يعني في مثل هذه الحالات لابد ان العالم كله يسمع عنها ويشوفها ويعرفها. بشكرك جدا، بشكر الدكتور نبيل عبد المقصود، وبشكر طبعا الحكومه انها يعني على الاقل بتشوف وبتسمع وبتتابع الاعلام وبتتابعنا، ويبقى في حوار مجتمعي ونشوف فكره تقليل او نقيم وقت العامل او الموظف الحكومي في مصر عن طريق تنظيم عدد ساعات بعينها. بس هنا بقى السؤال اللي هنناقشه مع الدكتوره ملكه بعد الفصل الاعلاني اللي هنلتقي بيه دلوقتي، طب لما الراجل يبقى قاعد فاضي 3-4 ايام هيقعدوا على القهوه ولا هيقعد يقرف مراته في البيت ولا هيروح يتجوز واحده تانيه؟ بعد الفصل الاعلاني. رجعت لحضراتكم، قابلني كاتب صحفي كبير بيقول لي، بيحكي لي عن موقف معين، هو راجع من الطياره بيقول وانا راجع من اليونان وكنت بشرب البيره، فقلت له انت بتشرب؟ بيقول لي ببقى قلقان الناس تشوفني وانا بشرب او بشرب خمره والناس تصورني. قلت له بس انت عارف انها حرام؟ قال لي لا، ما انا عندي فتوى بتقول ان البيره والخمره والحشيش الى درجه معينه بعدم السكر ده مش حرام. فطول بلاش كلام فارغ، يعني ما قيله مسكر فكسيره حرام. اي لا، ده انا عندي فتوى من الشيخ هادي الجندي استنادا الى راي شرعي بيقول ان البيره والخمره والحشيش الى حد عدم السكر، او الانسان يعني قبل ما يدخل في مرحله السطل يعني ده حلال. واستناد لفتوى تانية للدكتور علي جمعه بيقول فيها ان السكران او ان الخمره لا تبطل الوضوء، يعني حضرتك لو سكران متوضي قوم صلي، زي بالظبط واستشهد بالمثل ان الميه المسروقه لا تبطل الوضوء حتى لو كانت ميه مسروقه. دي نقره ودي نقره. لاهميه الموضوع زي كده ما قدمنا حلقات ام كلثوم لاهميه ام كلثوم بالنسبه للجيل الجديد ما يعرفش حاجه عن ام كلثوم، ما يعرفش في مطربه اسمها ام كلثوم، فقررت اعمل حلقات عن ام كلثوم ولاهميه وخطوره هذه الفتاوى اللي ممكن تخليني بدل ما كنت اشرب خمره وانا مستحرمها لا ده انا اشربها وضميري زي الفل. معايا من جمعه ان شاء الله اولى حلقات الاسبوع القادم دكتور حذيفه المصيره، معايا هذه الفتاوى بالصوت والصوره عشان نعرف احنا الهدف من هذه الفتاوى ايه؟ اشجع الشباب انه يشرب ولا اخلي الناس تشرب وضميرها مرتاح؟ اذا هل قليل من البيره ما يضرش؟ قليل من الخمر مفيش مشكلة، قليل من الحشيش زي بعضه؟ اعتقد هذه الفتاوى، وهنا بقى محدش يكلمني ويلومني لان هذه الفتاوى موجودة ومتصورة ولم اطرح هذه القضية على حضراتكم الا ما اتأكدت ان هذه الفتاوى خرجت بالفعل من ضيوف الكرام. اذا يوم الجمعة اللي جاية هنتكلم عن البيرة والخمرة والحشيش وهل ده حرام ولا مش حرام. طيب الدكتوره ملكه، كنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على ليه احنا وصلنا لمرحله من التراشق المتبادل ما بين الزوجين، والخطوره ان زمان كانوا الفنانين يخافوا على سمعتهم، يعني يقول لك ايه انا راجل نجم راجل معروف ما بحبش حد يجيب سيرتي. دلوقتي بقى شفنا مع فواز ومي سليم، هو بعد 3 شهور يمكن اقل كمان طلع قال انا اتغلطت عمري، وكان لابد يمكن بعد شهر كمان كنت المفروض ان انا احسن الاختيار وده مطب حياتي، رجعت هي طلعت قالت انا منهاره، وبدا الفنانين يشتموا شويه في مي سليم ويشتموا في فواز، وانت فاهم نفسك نجم انت مين انت اللي اتجوزتها عشان الشهره، ودخلوا في حاله من الردح المتبادل. ده انت شايفاه سمه من سماتنا دلوقتي فكره ان نفضح بعض ولا نستر على بعض؟ سمه من السمات، سمه من السمات للاسف الشديد ان هذه الفئه من الكائنات واخد بالك بقت هي المثل الاعلى، واخد بالك يعني هم دول بقوا المثل الاعلى للمجتمع لكتير من الشباب وكتير من افراد المجتمع، يعني واخد بالك حتى في التصريحه حتى في الطريقه حتى في الكلام حتى في اللبس، يعني بقت هم دول يعني ما عندهمش غيرهم، هم دول التوب زي ما قلت لك، هي دي هم دول القدوه بالنسبه لنا، القدوه والطبقه العلوي. يعني يعني النهارده لما تسال شاب انت نفسك تطلع ايه؟ مثل ممثل يعني ممثل او لاعب كوره لا حتى لاعبين الكوره، لان لاعب الكوره لازم يبذل جهد من الصغر فدي بتاخد مجهود لكن دي خبطه.
يعني دي فرقيعه تطلع معاه بره مسلسل لقطه في المسلسل بالملايين والتانيين كل ما اتعرض وكل ما تبقى نجمه واخده بالك بتبقى نجمه يعني حته الستر على انفسهم دي مش ورده. طب انا برضو يعني بالعكس دي بتدي لهم نوع من انواع يعني الناس تتكلم عنه او الناس تتكلم عنه وابتدى تبقى اعداد وخصوصا الستات وخصوصا في النادي تسمع عادات ما اعرفش يعني انت حضرتك قلت اسمين اقسم بالله انا ما اعرف دول يعني انا حتى الاسامي يعني اعتقد لك اخر واحد تعرفيها كانت ام كلثوم يعني الجيل يعني مشكله وعبد الوهاب وفريد والناس القديمه دي وكده انما راح تعرف فواز ومي سليم لا يعني لا طبعا يعني بس انا معايا لحد اللي جاي فنان تعرفيه يعني مثلا اسمه يوسف وهبي يوسف بي وهبي كنا نقول يوسف بي وهبي لانه راجل كان بيحترم روحه ما كانش بيه كان بيحترم بروح في حين هذه الفئه الان دكتور انت صغيره يا دكتور مش لدرجه يوسف لا يعني انا بقول لك انا فاهم عايز تقول ايه اطلع اسمع ان يوسف بي وهبي يعني عارف ازاي يعني حتى تقييم الناس لهؤلاء وكانوا بيخافوا على نفسهم وبيخافوا على سمعتهم جدا يعني ما يعملوش حاجه تثير حواليهم ما كانش في قضايا وجواز وطلاق حتى ما كانوش بيوصلوا للمحاكم يعني زي الجيل الحالي. طب معايا استاذ احمد اهلا بيك يا استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا استاذ. ازيك يا استاذه ملك؟ اهلا يا ابني ازيك عامل ايه؟ سيادتي ومرجعي ومحل ثقتي. ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب. والله مرجعي. الله يخليك يا ابني. المره اللي فاتت سيادتك وعدتيني انك هتكلميني وما اتصلتيش بيا. ما خدتش. طب يعني بص اصل انت لو انا زعلان والله. لا حبيبي انت ما خدتش رقم تليفونك بس يعني انت لو رجعت لهم وعرفوا ياخدوا منك رقم تليفوني يا استاذه. تحت عمرك يا استاذه. عينيا يا ابني. ارجوكي. عينيا يا ابني. ماشي. خليهم يدوك نمرتي. طب حاضر بس يعني بص هي دلوقتي اديت لك النمره ديك انت يعني ما توزعهاش يعني ما توزعهاش انا المعروف وبعدين يعني ايه لما تدخل اي واحد تبقى على الواتس معايا واخد بالك هنقدر نتكلم من بدري تتواصل لان انا عندي واتساب بس انا عندي مشكله ان انا بعد صلاه المغرب يعني ببقى في خلوة لغاية صلاة العشاء وبعدين بنام على طول بعد صلاة العشاء لأني بقوم الساعة 12 أبتدي التهجد من قيام الليل يعني من الساعة 12 يعني هو لو حب يكلم حضرتك أحسن الميعاد إيه 10 الصبح؟ هو 10 الصبح هو 10 الصبح طب أنا بشكرك يا أستاذ أحمد. طب دلوقتي هنتكلم برضو عن القدرة والأمال والأحلام يعني دلوقتي هنلاحظين إن دايما بتطلع دلوقتي ودي ظاهرة غريبة قوي كل الرقصات بيطلعوا في الإعلام يقولوا إيه بقى؟ إحنا بنرقص باحترام وبشرف دي مهنة زي الفل وأهالينا كانوا بيضربونا وإحنا صغيرين وأهالينا ربونا أحسن تربية وإن إحنا مربيين ولادنا أحسن تربية فابتدي أستشعر إن هم دول ليه بقى دايما بعدهم الرغبة إن هم القدوة وكأن دايما الإنسان لما بيبقى عنده نقص في حاجة واخد بالك يعني مع احترامي يعني انسان بس الرقص حرام مش محرم تحريم قطعي وبات يعني طبعا يعني دي مش محتاجه فتوى بقى ولا لا 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 فتوى الرقص حرام يعني طبعا. طب معايا مدام ليلى اهلا بيك يا استاذه ليلى اتفضلي. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك اتفضلي. ازي حضرتك يا فندم وانا سعيده بيك جدا. مشكورك. ومن خلال منبر حضرتك انا بحب الدكتوره ملكه جدا جدا ربنا يبارك فيك ومن الشخصيات المحترمه ولما بتقول لفظ يدرس يدرس يعني لسه قايله دلوقتي الكائنات شفت التعبير اللفظ اللي قالته دلوقتي يعني ما شاء الله عليها انا بطلب من خلال برنامجك انا عمري ما بفوت حلقه في حلقه حضرتك عملتها مع الدكتور نبيل عبد العظيم واتكلم ساعتها ان كان في المصيف وقابل واحد لا نبيل عبد المقصود قصدك عبد المقصود انا اسف يا نعم. وقابل واحد وجرسون وقدم له المشروب وطلع كان بيشتغل مازال بيشتغل عنده في القصر العيني نعم في القصر العيني وما كانش عارف انه بيشتغل عنده فازاي اللي يقول ان احنا نختصر كمان الوقت يبقى مش هنعرف بعض خالص يعني كان هو موظف عنده ما عرفوش الا لما شافه مره في الكازينو وبعدين شافه في القصر لا هو بيقول لما شافه شبه عليه فقال له تعالى قال له شفتك يعني يعني انا في خلال عملي هو حضرتك بتشتغلي؟ انا يا فندم كنت بشتغل رئيس قطاع فعشان لازم كل يوم يكون في مرور على عمل طب مدام لا هي مشكله عندنا ان فعلا مفيش اداره يقول لك ده راجل ادارجي مش اي حد يعرف يدير على فكره الاداره فن وحرفه يا فندم فن ان حضرتك تتعامل مع الموظف مش بقسوه واحتواء لازم يكون في احتواء وتدخل مشاكله وتعرف هو
المشكله بتاعته ايه وتحلها له، لو ليك نظره في الموظف اللي بيكون عنده مشكله حقيقيه واللي عنده مشكله مفبركه بيكون لحضرتك نظره فيها. انا بطلب من خلال برنامج حضرتك كنت اتكلمت في مره عن التحديث السنه العام القادم، يا ريت الدكتوره ملك ونقول كتر الف خيرها تعمل لقاءات توجيه الفتيات والفتيان في الجواز ان يكون المعامله الحسنه للزوج للزوجه والعكس صحيح. في برنامج الاستاذ الفاضل وائل ابراشي جاب حاله الخلع، واحده عامله تغطايه وحفله وكاتبه انا اتخلعت هي على التغطايه وعندها طفل عنده سنه ونص. انا اسف الفكره دي، لا وعلى فكره حفلات الطلاق والخلع بدات تنتاب المجتمع المصري من 10 سنين، وكانت اول حفله في مارينا انا حضرتها اتعزمت عليها وحبيت اعرف ايه اللي بيحصل يعني. فالحفلات دي برضو انت شايفه ان احنا لابد ان احنا ندرسها ونشوف اتعملت ليه. طبعا بس انا كنا بنبارك يعني، وبعدين يعني ايه اقول لابني ايه انا عامله حفله خلع بحتفل على الوالد محترم حتى لو في خلع والزوجه محترمه، فيا ريت مثلا نماذج مشرفه زي الدكتوره امنه نصير والدكتوره ملكه اللي هي فوق دماغنا حبيبه قلبي تعمل لنا لقاءات. هنعمل ده، هنعمل والله موضوعات. بشكرك يا مريم معايا، بشكرك معايا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ الحمد لله يا فندم. بعد اذنك اتفضل. طلب منك يا دكتوره ملك الله يرضى على حضرتك. ازيك يا ابني؟ ما اعرفش. ايوه يا استاذ محمد اتفضل. ايه امر ضروري الله يرضى عليك يا دكتوره ملكه. انا والله تحت امركم اقسم بالله انا ما بعصب. الله يرضي الله. استاذ محمد قولي بس موضوعك ايه؟ حضرتك انا والدتي موجوده على قيد الحياه وللاسف محروم منها. ليه يا حبيبي ليه؟ موجوده اختي ما بقولش الا حسبي الله ونعم الوكيل وربنا يهديها. وقت والدتي وقلبها عليا وعلى اولادي وعلى زوجتي، اقسم بالله يا دكتوره ملكه انا واولادي وزوجتي خدامين للتراب اللي امي بتدوس عليه، اقسم بالله نتمنى التراب اللي هي بتدوس عليه. والدتي قلبها عليا بطريقه غير عاديه، بتقول لها كلام ما بيحصلش لدرجه ان حضرتك ان والدتي جه عليها وقت بتقول ان احنا ما بناكلهاش، والدتي سنها النهارده دخلت في 76 سنه. اخر حاجه من كام يوم قعدت مع خالي ومع خالتي وابن خالتي وابن عمتي اللي متجوز اختي، وسالت الناس كلها وسالت شيوخ عشان يفيدوني، انا خايف ان انا احصل حرام. هي والدتك فين يا استاذ محمد؟ استاذ محمد والدتك عايشه مع مين دلوقتي؟ والدتك عايشه مع مين؟ والدتي عايشه مع اختي. اه حضرتك سايب والدتك ليه مع اختك؟ هي اللي خدتها ووالدتي يعني خطفتها يعني. احمد لما جيت اتكلم مع والدتي يا امي تعالي اقعدي معايا، تعالي اقعدي معايا في طنطا، قالت لي يا ابني انت شغلك ومراتك في شغلها وعيالكم في كلياتهم، يا ابني مراتك كان الله في عونها، انا ما حدش جابرني على اللي انا فيه، انا يا ابني قاعده بفلوسي عندك عند اختك. اختك قاعده في القاهره؟ اختك قاعده في القاهره؟ تعالي بيتي، تعالي ده بيتك يا امي. اختك قاعده في القاهره؟ اه. طب يعني دلوقتي انت قاعد في طنطا انت ومراتك وولادك او في العربيه واختك قاعده في القاهره مع والدتك، تمام؟ بالظبط. طب والدتك جت قعدت معاك قبل كده فتره وما ارتحتش؟ طول عمرها، طول عمرها يا استاذ احمد وهي عايشه معايا في طنطا. اه ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي خلاك تطفش؟ 10 سنين في الغربه كنت مسافر. ايه اللي خلاك؟ وهي وزوجتي اكتر من الاخوات اكتر من حبايب. سابت بيتك ليه وراحت لبيت اختك؟ للاسف علشان اختي ما بترتاحش لزوجتي، بدات ان هي تقوم الحاجه من ناحيه اختك شوية. قاعده في مصر وانت قاعد في طنطا وامك قاعده معاك قلبتها. طب استاذ محمد خلافك مع اختك على ورث على فلوس انتوا بتتخانقوا على ست ايه؟ للاسف يا استاذ احمد الميراث يا استاذ احمد بما يرضي الله كان ليها، اذا الناس حكمت بخمسه تاخد خمسه ونص للاربع بنات. اختك بتعمل كده ليه؟ يعني هل مامتكو دي انتوا لو ماتت بعد الشهر بعد عمر طويل في ورث تقيل هتتخانقوا عليه يعني؟ لا 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 مفيش ميراث ولا في حاجه. اختك بتتخانق على امك ليه بقى؟ للاسف ده في كمان معلومه يا استاذ احمد انت فكرتني بمناسبه الميراث. انا اتذكر ان انا وانا راجع من السفر يا دكتوره ملكه لقيت ليا خال في بلد جنب مني كاتب ورقه من والدتي ان هي بعد وفاتها يقول ليا الميراث اللي هو التمن من ابويا يخصها في البيت الجديد اللي انا بنيته اوضه بالطرقه بالمنافع. طب خدت الورقه وقلت له يا خالي حرام عليك مش امي اللي اتكتب لها اوضه. طيب. امي اتكتب لها دور كامل. استاذ محمد حضرتك ابو ميرد اللي قالت لي لا يا ابني ده شقاك وغربتك عشان ولادك. طب خالي ما رضاش. استاذ محمد اقدر اساعدك في النهايه عشان وقتنا خلص، اقدر اساعدك ازاي انا والدكتوره ملك؟ انا تحت امرك نجي لكم ربنا. انا ديرتي الناس كلهم واخوالي اجمعوا ان انا اسيبها واتركها. تترك مين؟ تترك مين؟
اترك والدتي مع يا امك يا حبيبي. ده لا ده ازاي تتركها ازاي؟ دي انت ده انت تسيب مراتك وعيالك في امك دي ما تسيبهاش. ما انت ليها معاش. اللي حيرني يا استاذ احمد ده اللي مولع جسمي. استاذنك ليها معاش؟ هي دكتوره امك ليها معاش؟ اه ليها معاش بتقبض معاش. طيب معاش كبير بتاخد ما يقرب من 1700 1800. اه طيب اختك ممكن تكون اختي في وسط في الشرطه متوفى وقاعده معاها. طيب استاذنك يا استاذ محمد بس احنا زي ما قلت لك احنا تحت امرك نكلم اختك نكلمها نروح نزور والدتك نزورها نيجي لك طنطا جت عندك وناخد والدتك نوديها لك البيت تحت امرك يعني انت اللي رايك احنا هنعمله لك على فكره دي مش فرقعت لا لا خالص يا ما عملنا ده يا ما عملنا ارجوكوا اتصلوا تاني او يا مروه خدي ارقام تليفوناتهم يعني نفسي وانا هقول للناس ايه اللي حصل يعني انا بلا اي مقابل بلا اي هندي لكم بعربياتنا كمان انا بشكرك جدا جدا يا استاذ محمد وطبعا يعني انا حزين جدا لما حد من الاخوات بيقتنص يقول لك يعني يقول لك انا الجثه معايا يعني بيع بيع انا بقول لك هو انا جبتها لك المعاش نعم واخد بالك يعني ممكن فبس يعني فهي بس عيش تعيش معاكي بس ما تبوظيش العلاقات دي. بشكرك جدا يا دكتوره ملكه زرار فقيه الاحوال الشخصيه مشاهدينا الكرام نخلص حلقتنا النهارده. بشكر الداعيه الاسلاميه القاضيه الدكتوره ملكه يوسف زرار استشاري الاحوال الشخصيه. بشكرك يا دكتوره ملكه مره ثانيه. مشاهدينا الكرام بكده خلصت حلقتنا النهارده. تحيات محمد حسن وعلي توفيق ومروه محمود وتحياتي انا احمد عبدون. اجازه اربع وخميس يوم الجمعه الجايه ان شاء الله مع الدكتور حذافه المصير في الرابعه وخطه جديده من عامه يتساءلون مع احمد عبدون وهنتكلم هل فعلا فتوى الشيخ خالد جندي والدكتور علي جمعه ان يشربوا يجيبوا حاجه ويشربوها موجود. انا رديت على واحد قال قبليهم كده وقتنا بس طيب يجيب ويشرب طيب قليل من البيره ما يضرش والحشيش محرم محرم موضوع مهم جدا انتظرونا من الجمعه الجايه اولا واحد والبيره هنعرف اخبارها ايه.